جيت فوطيت ونفوطك على بلادي وعلى علي اللي يحب الخاطر كما قلتي، وهذا هو واجبنا. ما كناش تجي تفوطي وعلى ماه كي راح يطيش الورقه هذيك راح تعييه ولا تعقلو، هاي لازم كي على اسم كيما تروح تسلك ولا تروح تدير حويشه. يشوفوا فوطيو فوطيو يديروا واجبهم ويروح يروحوا. ها قدا عندي مع عمري 16 سنة عقبت جيل وجيل وهني بجيل الواجب لازم لازم تديروه على أي واحد غير اللي ما يحبش يدب راسو. هذا رأيي أنا، ديما نجي أنا الأولى ديما في القايمة، ديما الورقة تاعي الأولى في الصندوق.